تمام، اصبح لكن كادر يمكن نموذج متكامل. المنتخب يعني الالماني في المونديال الاخير هو خير دليل على طبعا ذلك. فعندنا احنا راح يكون هيد كوتش اللي هو مدير الفني يعطي الخطوط العريضه، وبالتالي اكثر من اداه لابد ان تشتغل عنده، اكثر من اداه معاه تشتغل. هذا نجاح الفريق راح ينجح المهم. فبالتالي احنا دائما ننسى هذا العدد قليل يعني جدا، 3 مدربين يعني الطاقم الفني كله 3 او 4 يعني براينا هذا العدد قليل جدا يعني تاج. اما قضيه نرجع على موضوعنا الاستشاره، يعني انا كنت اتمنى ان الكابتن يحيى علواني يبقى مستشار، هذا رايي يعني بصراحه. يعني الدكتور يحيى والدكتور نزار اشرف يبقون يعني يكونوا مستشارين لتاريخهم، للسي في اللي يحملوا، للشخصيه اللي هم بها، للحاليه للفتره اللي هم يمرون بها، الاصلح ان يكون مستشار. يعني الاصلح ان يكون مستشار، يعني على الاقل هم فتره، هذا الجيل الجديد يعني من اللاعبين يحتاج الى على الاقل روحيه مقاربه معاه بالعمل، يعني في لغه الخطاب يعني. بالتالي قد يكون يعني بعامل العمر، عامل التجربه، ما عاد عندهم خطوط تواصل مع هذا الجيل الجديد، يعني صعوبه ان يوصلون افكارهم، فبالتالي هو يكون بالاستشاره افضل. يعني انا اتوقع انه معلومه ممكن ينطيها الكابتن يحيى علوان والكابتن نزار افضل من 10 وحدات غير سير مباراه في بطوله او حصيله بطوله كامله. نعم استاذ جمعه، بالنظر لمجموعه الاسماء التي اختيرت، روعي في البعض منها ان يكون الكادر متنوع، المدير الفني سابقا يلعب مدافع او مهاجم، تشاهد المساعدين نعم. لاعب وسط والمركز الاخر، اكيد اكيد ناهيك عن مدرب حراس المرمى، هل هذه حاله صحيه ام انها قد تكون سلبيه في بعض الاحيان؟ لا شوفوا اكيد بكل العالم يعني هذا معمول به، يعني قبل ايام يمكن اكو اخطاء دفاعيه بعض الفرق العالميه، يمكن صار فريق برشلونه نعم، فطلبوا من بويول ان يجي يعيد تنظيم عمليه المدافعين، يعني بويول رجل معتزل نعم، لكن يقود هاي العمليه، عمليه تصحيح الاخطاء يعني قد بما يمتلكه من قد خبرة. يكون هو المدير الفني لويس انريكي، قد يكون بالجانب الفني والتكتيك هو افضل من بويول، لكن بجانب انه تنظيم الخطوط الدفاعيه وعمليه المدافعين شلون يوقفون وشلون يتحركون اكيد بويول راح افضل منه يكون، يعني تعرف هذا منطقته يعني كل من منطقته. فبالتالي انه محتاجين لاعب الوسط انه اسم كبير يكون مع لاعبين الوسط، يعني مثلا لو فرضنا يعني مثلا انت من يجيب اسم مثل شاكر محمود اسم نعم. كبير يعني كلاعب نص نعم. ممكن يفيد لاعبين الوسط بكثير من الاشياء، يعني شلون يتمركز، شلون يسلم، شلون يقرا المباراه، شلون يسرع الرتم، شلون يهبط، لان خبرته الكبيره. فبالتالي طبعا هذه كل مدرب يكون من خط لعب معمول به، واتصور يعني هنا موجودين يعني بعض الشيء، يعني انت نعم. بالمنتخبات على مستوى المنتخبات على اسماء الاختياره موجودين يعني كل من بخطه. نعم استاذ جمعه، يعني بما انه فتحنا الحديث عن بعض الاسماء التي غبنت في عمليه التسميه، نعم. يعني نتمنى ان تعطى الفرصه مره اخرى في المشاركات المقبله، يعني نتحدث مثلا عن مدرب منذ العام 2000 تقريبا، موسم 2000 2001 نعم. ولحد الان هو صاحب بصمه مميزه مع كل الانديه اللي دربها، وعنده رقم قياسي في تحصله على الدوري العراقي، يعني هنا ثائر احمد نعم. اتحدث عن كفاءات اخرى مثل ما تحدثت عن كابتن شاكر محمود، متى ستعطى هذه الاسماء فرصتها خصوصا بعد ما الح الاعلام كثيرا في موضوع على وجه الخصوص الكابتن ثائر احمد؟ شوف احنا ما نريد ننظم يعني لجنه فنيه او اتحاد كره القدم وبالتالي نرمي عليهم بالشبهات، لكن اذكر لك فد شيء، يعني انه الكابتن راضي الشيء الوحيد اللي اجى من خلال ضغط، من ضغط اعلامي وضغط جماهيري، وكانت النتيجه جيده، وكانت النتيجه منطقيه جدا، وكانت هذه اتصور فرصه للاتحاد ان تكون تجربه جديده ويكون اسس عمليه بالاختيار القادم، وبالتالي طبق واحد من اللي كان يوعد به من يعني مواعيده الكثيره اللي وعد بها من في ايام الانتخابات. نعم نعم نعم. فبالتالي راضي من اجى بعيدا عن خيارات اتحاد كره القدم، انا برايي لو كان الامر متاح لاتحاد كره القدم بدون ضغوط ما كانوا يختاروا راضي شنيشي. يعني حتى انه عمليه استبداله بحكيم باضي كانت عمليه صعبه جدا، وبالتالي اجى راضي نتيجه الضغط والمطالبه الجماهيريه ومطالبه اعلاميه، راضي حقق نتائج جيده ونجاح يحسب له يعني الرجل. كان نتمنى انه هالخطوه تعزز بالقادم، يعني بالمنتخبات اللي بالتسميات القادمه اللي اولمبي والشباب. يعني احنا ما ننكر انه يحيى علوان مدرب كبير، وايضا عبد الغني شاهد لا نبخس حقه، واحد من المدربين الممتازين، كذلك نجم قحطان شفيف، كل الاسماء الموجوده، لكن هل تقول لي هل هم الافضل؟ افضل اختيار يعني مو افضل مدربين؟ لا بالتالي لا، انه كثير من الاسماء كان ممكن تكون متواجده يعني لها الافضليه، يعني احنا ذكرنا ثائر احمد. ثائر احمد قد يكون على صعيد المنتخبات الرجل مظلوم جدا، يعني ما عنده، هو وعد اكثر من مره من ايام الاستاذ ناجح حمود، لا لا مدرب ناجح جدا، يعني ما يحتاج انه يعني ثناء وشهاده من اي شخص، والنتائج بالتالي تحدث عنه، يعني كثير نتائج هو ممتاز جدا،
أحد المدربين المستقرين فنياً، صاحب خبرة، صاحب تجربة، كثير اللاعبين كلهم مروا عليه يعني، فأصبح حتى خبير بالدوري العراقي من الخبراء على مستوى الدوري العراقي. يعني سيد جمعة، بما أنه تفتحت هذا الموضوع خليني يعني أعطيك إحصائية تقريبية. من 65 إلى 70% من لاعبين منتخبات الوطنية منذ العام 2000 ولحد الآن جلهم مرة من تحت يد الكابتن ثائر أحمد. نعم، ثائر أحمد يعني كل موسم هو فرق قمة يعني، بصراحة يقود فرق قمة يعني، بدأ من أربيل وانتهان ببغداد اللي مستقر معهم أكثر من موسم، وكل اللاعبين يعني تعرف أنا عملية هاي مداورة اللاعبين مع كل موسم تجديد، فتتصور هو مع بغداد صار له 3 مواسم كم لاعب يعني، وفي كل موسم حقيقة يعني ما يعني بصمة، إلى بصمة، إلى بصمة، إلى بصمة ويتحفنا بأسماء جديدة. لا إلى بصمة، ومدرب يعني مجتهد جدا بعمله، ويعني نتائج تتحدث عنه. أيضا كثير يعني بقية المدربين يعني غبن حقهم وظلموا، لكن هي بالتالي هو مدرب واحد يعني. طيب أيوب أوديشو، ما دام احنا يعني فتحنا موضوع الكلام عن أسماء محددة، أيوب أوديشو، أيوب أوديشو أيضا يعني، أيوب أوديشو يمكن يعني أنا سمعت أنه حتى من الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الوطني في حاله، ولو هو أنه راضي اعتذر رسميا يعني أنه راضي، أحد الأسماء المرشحة أيوب، أحد الأسماء المرشحة للمنتخب الوطني، وأيوب غني عن التعريف يعني تعرف أنت يعني الأسماء يعني حقيقة كابتن يعني لا أريد أن ألقي الكلام جزافا، ولكن عندما تستطلع الشارع الكروي الرياضي يكاد الكل مجمع على هذين الاسمين أيوب وديشو وثائر أحمد، تبقى هي عملية الاختيار أنه بالتالي الفائز واحد وأيضا بالتالي المدرب واحد، وإحنا هدفنا من هذا النقاش كله أنه من يصلح. نعم، بس انا يعني حتى انا كنت اتمنى على يعني الاختيار انه يكون مثلا نرجع الى فكره المستشارين، ماكو مشكله يعني ثائر وايوب من الافضل ان يكونوا مستشارين، يمكن انا برايي انه حيكونوا افضل مستشارين يعني موجودين يعني افضل مستشارين يكونوا موجودين للمدرب، وايضا في عمليه الاختيار يعني للاعبين يعني انا هسه ما اعرف هم استدعوا 50 لاعب للمنتخب الاولمبي. طيب الباحه طلعت الاسماء، طيب انا بس اعرف من اختار الاسماء يعني، هل هو الكادر التدريبي الجديد يعني؟ حتى الكادر التدريبي يبتعد عن الإعلام وعن التصريحات أنت من خوفاً الكادر من المساجلات. الكادر التدريبي الجديد مع احترام الكابتن عبد الغني الشاهد لحد الآن يقود مهمة نادي نفط الوسط، كيف سيمكن يعني ما أتصور أنه هو تفرغ وقدر يشوف يعني هاني أستاذ جمعة، هذا الموضوع كلش مهم حقيقة. نعم، هذا الموضوع يعني يجرني إلى الحديث عن ما تحدث به الكابتن خلال استطلاع الكابتن غانم عريبي. نعم، حقيقة كلامه منطقي جدا، يجب أن نبحث عن مدرب غير مرتبط لا وبالتالي ليس وليس عاطل عن العمل، ومن يسلم الى مهمه وطنيه عليه ان ينتهي من مهمته اللي هي مع نادي، بالتالي حتى يكون هو اول يحط اول خطوات نجاحه كمدرب. نعم، وهو ما فعله الدكتور يحيى علوان. طب انت من تنجح في عملك اول خطواتك تكون عمليه الاختيار. طيب يعني انا بالتالي يعني الكابتن عبد الغني شاهد الخمسين لاعب اذا كان هو اختياره فانا اشد على ايده، لكن انا اشك انه هو كلهم اختياره، لأنه ما ممكن أن شاف كل الفرق ولا تابع كل المباريات، خصوصا والدوري على شكل مجموعتين وليس دوريا منتظما، وبالتالي هو ما متفرغ، هو مع نادي ويعده ويحضر له يعني عنده جدول مبارياته وجدول مزدحم فأتصور أنه هذه الخطوة الأولى هو عملية الاختيار، أنه عندما تكون الخطوة الأولى لا نقول يعني ما نريد نقول غير موفقة لكنها خطوة غير مثالية، فبالتالي تحسب يعني خطوة سلبية على المدرب. أنا أتمنى يكون المدرب خلاص منه أعلنوا عليه كتسمية المدرب منتخب أي منتخب كان إنه يتفرغ نهائي، يتفرغ من النادي يبدأ على مهمة حتى يبدأ بشروع ببناء منتخب حقيقي يعني، علينا أن لا نبحث للتسمية من أجل نضعها في السي في يعني، خلاص أنا في يوم من الأيام دربت منتخب بالتالي صار عندي أخي، هذا أمام عمل، إحنا أمام بناء كرة قدم حقيقية، وياما أسماء كبيرة دربت منتخبات ولم تفلح. يعني أنا هسه ما نقبل أي حجج وأي أعذار من الآخرين، اللي الآن على مستوى المنتخب الأولمبي عندنا مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين ومميزين جدا. نعم، فقط بحاجة إلى جدول إعداد وإلى مدرب جيد. يعني مسبقا ما نتمنى أي مدرب أن يحط جملة أعذار وجملة مسببات وحجج، يعني كل اللاعبين اللي بالعمر اللي مسموح به المنتخب الأولمبي واللي تابع الدوري جيدا واللي عنده رؤية فنية، كثير من اللاعبين على مستوى موهوبين يعني موهوبين جيدين، فقط محتاجين إلى فرصة وإلى فترة إعداد مثالية وإلى مدرب شجاع وذكي وصار قادرين يحققون إنجاز. نعم، بما أنه يعني نتحدث عن المنتخب الأولمبي، أستاذ جمعة ما عهدناه في السنوات الماضية مجموعة لاعبين التي جاءت مع المدرب الكابتن حكيم شاكر استمرت مع منتخب شباب ومثلت الأولمبي ومثلت المنتخب الوطني، هل سنشاهد استنساخ لهذه التجربة أم أن الباب أصبح مفتوحا ويختلف؟
هو حتى صريحات المدرب يحيى علوان وهذه يعني تحسب الى انه عمليه التداخل باتت مرفوضه يعني بالقادم، انه عمليه التداخل ما بين الاولمبي والوطني مرفوضه، وبالتالي هي هذه العمليه النموذجيه والصحيه لازم نمشي عليها. احنا مو بالضروره خلي يكون شيء اساسي مهم جدا، لنسوي منتخب لاجل ان نبحث عن الانجاز، وخاصه على مستوى الفئات العمريه. يعني هذه مشكله دمرت الكره العراقيه، انه اي مدرب ياتي يعني يبحث عن الانجاز، وان جاء على حساب التزوير، على حساب التزوير، على حساب اسباب اخرى بطرق اخرى، يعني سواء على منتخب الناشئين او الشباب الاولمبي. يعني هذه الدول اسيا يعني صور اليابان وحتى الصين وحتى الدول المتقدمه كوريا، يعني برايي انهم ما يبحثون عن الانجاز في بطولات الشباب. يعني قد يجي كتحصيل حاصل هو الانجاز، يعني هم مستويات عاليه، بس هو لو تجي يعني الفكره والفحول الاساسيه اللي دخل عليه هو ما يبحث عن الانجاز، يبحث عن عملية إعداد مستقبل في كل مجموعة. لو نعم. استطاع أن ينتج 4-5 لاعبين يفيدون للمستقبل المنتخب الوطني، وهذا ممتاز. إنجاز بحد ذاته. وبالتالي دائما تقعد مع عملية تجديد، ودائما تشاهد الأسماء التي تلعب فئات عمرية تتكرر. نعم. لفترات يعني طويلة زمنية طويلة، ويبدأ بناء صحيح ويوصل للذروة وهو بعمر كلش قصير، وحتى يحترف في أوروبا في أندية متقدمة يستفادون بناء صحيح. احنا بالتالي عملية الخلط أثرت علينا ودمرت كثير من حسابات الكرة العراقية. خلص هذه مرحلة انتهت، علينا أن نعد منتخب الأولمبي بعمره الحقيقي. وصح إحنا كتحصيل حاصل وكاسم للكرة العراقية لابد أن يكون الإنجاز حاضر، لأن أنت تلعب باسم الكرة العراقية أكيد، وباسم نوعية اللاعب العراقي يعني. طيب. والمدرب العراقي والإرث اللي عندك، أكيد الإنجاز راح يكون حاضر. لو عملت صحيح راح تحقق الإنجاز. طيب. صحيح يعني بعمل بمهنية عالية وعلمية وتتواصل مع العالم الآخر راح تنجح أكيد، لا تلجأ للتزوير يعني. اللي يعني هو لا تتعكز يعني على التزوير، وبالتالي احنا لاعب من المنتخب الاولمبي الى الوطني يبقى موسمين واحنا ما مستفادين منه، لا وصلنا لا شفنا الذروه مالته ولا قمه عطائه. فبالتالي حرمنا الكره العراقيه من كثير من المواهب. الان علينا نبدا بخط شروع جديد، وايضا حتى الاعلام اللي راح يكون دور الاعلام لا يضغط على المدرب منتخب الشباب اللي راح مثلا اي بطوله ولازم يجينا بالبطوله، لا مو شرط اللي يجينا بالبطوله يا اخي، خلي يعد لي من منتخب الشباب منتخب يعرف يلعب كره قدم حقيقيه، وبالتالي انا اريد من 3-4 لاعبين ممكن نواه اصعدهم المنتخب الاولمبي. نعم. استفاد منهم، وبالتالي في قادم الايام سيكونون مع المنتخب الاول، وهذا هذا بحد ذاته كثير. يصير عندك اكثر من منتخب استاذ حسين، يعني انت تصير عندك الخيارات مفتوحه. يعني يصير عندك اكثر من لاعب وهو استاذ جمعه يبدو ان تركت ما قبل عام 2003 لا تزال حاضره في ان اشارك في بطوله في الفئات العمريه، يجب ان انافس على الاقل. نعم هي ولا زلنا نعيش حتى هذه اللحظه طبعا. وهذا عمليه ايضا التداخل يعني كثير دم، يعني تصور احنا كنا في فتره من فترات المنتخب الاولمبي هو نفس المنتخب الوطني، وايضا بعض اللاعبين من هذه المجموعه هم يلعبون منتخب الشباب، ما كل عالم ما موجود هذا الشيء. وهذا ايضا يتحملوه كثير من المدربين اللي بصراحه بنوا اسمهم وتاريخهم على اطلال الكره العراقيه، هم ساهموا في تدمير الكره. انا برايي يعني هذا رايي الخاص، قد يكون يختلف معي الى اخره، لكن كثير من الاسماء اللي ما اذكرها انه بنت مجدها على حساب الكره العراقيه، وبالتالي احنا وصلنا الى مرحله نبحث عن بديل للاعبين ما موجودين. يمكن كابتن يعني البحث عن بديل اصبح شيئا كمن يبحث عن ابره في كومه قش. لو اول مره تمر الكره العراقيه بهذا الشيء يعني بصراحه، يعني خصوصا في مركز خط الهجوم. خلينا نكون واضحين، لا لا كابتن، مع احترامنا للكابتن الكبير اللي واحد من اساطير الكره العراقيه يونس محمود. نعم. الان بلا بديل المشكله وين؟ بالبدلاء. البدلاء وعانينا في بطوله كاس الخليج لم يكن حاضرا كابتن. البدلاء جيدين. نعم. البدلاء جيدين كلهم خامات ممتازه، لكن من اعطاهم الفرصه ومنه اللي مدرب شجاع اللي قدر يوظفهم؟ ماك ولا، بالتالي هو يتعكز على لاعب جاهز وما يمتلك الشجاعه ولا القدره ان يزيج بلاعبين، يزيج مباراه ما، بالتالي ما ممكن يتلا. يعني كثير من الاسماء ما استفادنا منها على مستوى المهاجمين، وبقى يونس محمود مع احترامنا ونتمنى له يبقى، لان واحد من اشرس المهاجمين اللي طعوا تاريخ الكره العراقيه. نعم. ويستحق كل ما وصل اليه لان لاعب كبير، لكن ولا يزال يقدم. لكن وبالتالي احنا يونس راح يعتزل يا اخي، يونس وصل لمرحله خريف العمر، عمره الافتراضي انتهى. نعم. لنكون واقعين، بدا يستنزف عضله الرجل، يعني اعطى ما عليه وزايد، يعني بالتالي احنا نريد لاعبين جدد. من يتحمل المدربين؟ مدربين جرأة المدرب طبعا، جرأة المدرب. احنا عندنا كانت خطوه بال 2009 مع راضي الشيش، ما استمرت، قتلت يعني في مهدها، وؤيدت في مهدها. نعم. كانت بالضبط. عمليه التغيير في ذلك يعني تاريخ ممكن كانت تكون الخطوه الاولى، جاء زيكو بذات الفكره، ولكن نعم. ايضا وؤيدت مره كثير من المعارضين. تعرف السبب استاذ حسين؟ الكل يبحث عن الانجاز، حتى اعضاء الاتحاد ما عندهم فكر
أوسع لبناء كرة قدم حقيقية. فكرهم يعني محصور فقط بالإنجاز، وتجي ومحتفل وتلقوك في المطار كأنما هو هذا المنجز العالمي، نتيجة الوضع اللي يسبق المعتركات الانتخابية. نعم. ممكن تأخذ شباب آسيا وناشئين آسيا، لكن ما ممكن تصعد كأس عالم ولا حتى تنافس على أمم آسيا. نعم نعم، أنت ذروة إنجازك الكرة وباسيا يعني تنافس على أمم آسيا البطولة الأعلى باسيا، وأيضا تأهل كأس العالم. نعم. تظل في هذا التخبط وهذا التفكير وهذا التفكير ضيق جدا، راح تاخذ بطولات على مستوى الفئات العمريه، بس ما ممكن بيوم من الايام ان تكون يعني شلون احنا نقول بالعاميه متراهي تصعد كاس العالم. انت لو تيجي على تاريخ الكره العراقيه وعلى السيف اللي للكره العراقيه وعلى اسم الكره العراقيه، بالتالي من بدايتها لحد الان احنا لازم يعني نخبه اسيا، حاليا نخبه اسيا. نعم. يعني امر صعود كاس العالم ليس بالامر الصعب علينا، لا بد يكون يعني حالنا حال، رغم انه جاءتنا استراليا نعم نعم حتى وان كانت استراليا واليابان وكوريا، لكن المشكله اللي تحملها قد تكون الظروف اللي مرت على الكره العراقيه غير منطقيه، يعني على مستوى البنى التحتيه والاهمال. نعم. وايضا على مستوى الادارات اللي تعاقبت على اداره الكره العراقيه. نعم. يعني كل ادارات ما تمتلك استراتيجيه واسعه ولا تخطيط، وان تلعب مباراتك الخاصه بك على ارض الخصم. نعم. او ارض خارجيه وارض الخصم اكيد، لكن احنا لا تنسى بيوم من الايام احنا صعدنا كاس عالم ما لعبنا مباراه، وهو الانجاز الذي لم يحققه أي فريق في العالم لحد الآن أبد نهائيا. وممكن لو اشتغلنا صح وخططنا صح وعملنا بعقلية مثل ما يعمل الآخرين نصعد كأس العالم حتى بدون ما نلعب على أرضنا. الحلقة المضت كان معي الأستاذ كامل الصغير، تحدثنا عن هذا الموضوع تصفيات كأس العالم. نعم. كان واضح معي، قال كل ما فعلناه سنتركه جانبا، سنخطط وسنعمل لأجل الصعود لكأس العالم، هذا هو المحك الحقيقي لعمل الاتحاد. بس هو التخطيط ما يبدي يعني حالي يعني، هو ساعات طبعا الحين الظرف اني يعني تحياتنا للاستاذ كامل الزين، هو التخطيط مو هكذا يعني، انا الانسان عندي تصفيات كاس العالم بالشهر الرابع اقول راح اخطط تصفيات كاس العالم، هذا مو التخطيط، هاي استراتيجيه قصيره الامد يعني. انا طيب. حشته اما فلتكن كذلك يعني، خلينا اخطط قبل سنوات. يعني انا مخطط قبل سنوات يمكن ساعه جمعه المعتركات الانتخابيه الخاصه باتحاد كره القدم القت بظلالها على الانتخابات واشياء اخرى والبحث عن المناصب وجود اشخاص غير كفؤين وكثير من المسميات والعلاقات والمحسوبيه لعبت دور يعني موجوده ولحد الان قائمه، لكن بالتالي انه تتخطط لمنتخب قادم ينافس على كاس العالم الفتره الزمنيه قصيره جدا يعني بعمر التخطيط قصيره، انت تقول يعني نعم. يعني انت حاليا عندنا 4 أشهر و3 أشهر نعم. بعمر التخطيط تتصل على كاس العالم قليله، لكن في ظرف اني ممكن تقدر تشتغل عليه. ممكن تقدر تشتغل عليه، تقدر تشتغل عليه لو احسنت اداره الموقف يعني. بالتالي احنا الان لو ندخل على ملف المنتخب الوطني، صار هذا الشيء اصبح رسميا ما يقود المنتخب من الان حتى الشهر الخامس على الاقل، واتصور ان الكابتن راضاني بتوقعاته انه حتى للشهر الخامس ما يجي يعني ما ياخذ المنتخب، لان التزامه مع نادي قطر بعيد كما وصفه هو بعيد عن التزام، قال عليه التزام اخلاقي بعيد عن التزامه، واكيد هو رجل يحتفظ بالالتزام الادبي والاخلاقي، ولو انتهى فتره الشهر الخامس اتصور ان توقعاتي راضي غير مؤمن انه الاخرين يعدون له منتخب. هاي فقره كلش مهم، انه اني عندي فتره 4 أشهر اني بعيد عن المنتخب او 3 أشهر، ما اؤمن بالاخرين انه طريقه اعدادهم شلون راح تكون حتى لو اعطيتهم المنهج الخاص بي. يجب ان اشرف بنفسي، اشرف بنفسي، افرض شخصيتي، رؤيتي على اللاعبين، كل الاشياء. تعرف هذه مرحله مفصليه، انه انت تصفيات كاس العالم لو لا سامح الله قادها الكابتن راضي وفشل راح تحسب عليه نقطه سيئه جدا، واتصور هو يعني ما محتاج انه هكذا نقطه سلبيه. اتصور هو لو ما عنده عقد مع قطر القطري كان قبل المهمة بكل أريحية. الاتحاد استاذ جمعة، الاتحاد وأيضا من المتحدث الرسمي باسم الاتحاد استاذ كامل الصغير قال في القريب العاجل سنرسل وفدا إلى قطر للتفاوض مع راضي شنيشل وإدارة نادي قطر. شوف أنا الأول الاتحاد يفاوض الكابتن راضي شنيشل أنه ما بعد انتهاء عقده مع نادي قطر القطري، يعني أتصور أنه التفكير مو ناجح يعني، لا بصراحة يعني لبعد المسافة الزمنية، لبعد المسافة الزمنية لفترة كثير، عملية الإعداد راح تمر بإرباكات، اختلاف رؤى، اختلاف استراتيجيات، اختلاف خطط، بالتالي أنه ابتعاد عن مشاهدات مباريات الدوري العراقي أيضا، أكيد كثير من الأسماء راح تنظلم، فنتيح الفرصة يا أما لطاقم نختاره محلي ونحسن اختياره للمهمة كلش كبيرة جدا، يا أما مدرب من أحد العاملين العراقيين خارج الكفاءات المغتربة. كفاءات، هل يمكن عملية التزاوج بين الكفاءات المغتربة ومن يعمل في الداخل؟ يعني أكيد أنا أكيد يمكن مرات يطرحون اسم الكابتن عدنان درجال يعني. يعني عدنان درجال من الأسماء الكبيرة بتاريخ الكرة العراقية. نعم. وكمدرب كثير من اللاعبين اللي أشرف عدد وكثير من المحطات التدريبية هو رجل مميز كمدرب، وأيضا يعني حسب علمي هو متابع جيد للدوري العراقي والكرة العراقية،
أيضا حارس محمد، أيضا كثير من الأسماء. حارس محمد هذا الاسم تداول كثيرا نجمنا الكبير، لكن خذوه كمستشار أفضل ما هو مدرب. يعني أنا برأيي أنا خلاص أنه أنا حارس محمد يصلح كمستشار، قد يكون طبيعة وكاريزما حارس محمد ما تساعد أن يكون مدرب، خاصة في ظل كل الروحية العالية والأخلاقيات اللي تحيط بشكل حارس محمد ما ممكن أن يتطلع. ونملك في العراق أيضا شخصية شبيهة بالكابتن حارس محمد، أيضا كاريزما مستشار ومحلل فني راقي جدا ينفع مع المنتخبات الوطنية. عبد الأمير ناجي كثير من المتفقين عليه أنه وكثير من الأسماء. علينا أن نحسن عملية الاختيار، يعني بصراحة أن عملية الاختيار للمنتخب الوطني أتصور مهمة صعبة جدا أمام اتحاد كرة القدم. يعني صعبة جدا، لأن محطة ما بعد آسيا، إحنا بآسيا حققنا نجاح نسبي، يعني قد نقول لأن بعد انتكاسة الخليج بدينا ننهض واستعادنا شيء من سمعة البريق الكرة العراقية. من البريق طبعا. أكيد هذه الفترة القادمة لابد أن نحافظ على هذا الشيء ونديمه. من أساسيات إدامة هذا الشيء إنه عملية الاختيار. أصور عملية الاختيار صعبة جدا، وما تحدنا إن الاتحاد كان رامي بكل ثقله وبكل أمانية مع راضي شنيشل. أصور راضي شنيشل قد نطلق عليه الآن رجل المرحلة. يعني طيب فعل رجل. بما أنه فتحنا موضوع رجل المرحلة، تسريبات إعلامية تقول هناك عودة محتملة للكابتن حكيم شاكر مع المنتخب الوطني بالأمس، ليس بعيدا يعني. نعم. حقيقة. إلى أي مدى ستنجح لو حصلت هذه التجربة؟ والله أنا ما أريد يعني أدخل بهاي المتاهات إنه حكيم شاكر. أنا برأيي إنه مرحلة حكيم حقبة وانتهت مع الكرة العراقية. يجب يعني التجديد الآن. يعني يجب التجديد، وشوف كثير من المدربين أخذوا فرصتهم الكاملة مع الكرة العراقية. وحتى الكابتن حكيم شاكر يمكن يظلم لو أعطي مرة ثانية إذا لم يحقق ما حقق سابقاً. أنا يعني لو الأمر عائد لي حكيم شاكر حالياً أبعث إلى خارج العراق. إلى مع أندية عالمية، خلي معايشات يجري معايشات، خلي دورات على أعلى مستوى. يجيني بحال مغاير، يعني أنه حكيم زائدا ما أضاف إليه بالجديد، يعني بالتالي حتى ممكن أخلق فشيء جديد للكرة العراقية، يعني وأخرج من بودقة العمل المتشابه طبعا بين المدربين. يعني حكيم بعد المنتخب ما عنده مهمة حتى محلية، يعني مع الأندية، يعني أيضا عنده قطيعة مع عالم التدريب. لا تقول لي أنا متواصل عبر الاطلاعات أو القراءات، لا العمل التدريبي يفرق أنه أن تقرأ وتشاهد بين أن تعمل. العمل اللي يفرق يعني أكيد بالعمل، فبالتالي عنده قطيعة من أسلم المنتخب الوطني على أسس، يعني على أي معيارية يعني يستند لتا، يعني بالتالي يضعون نفسهم أمام سهام النقد والكتابة عليهم. يعني نعم. سيد جمعة، خلينا ننتقل للحديث عن اللاعبين، عن الدوري العراقي، ولكن قبل الدوري العراقي مجموعة 50 اسما التي فرضت على راضي شنيشل كانت معدة سلفاً أو مرسل. نعم. القائمة سلفاً. نعم. فبالتالي اضطر للعمل وفق هذه 50 اسم. نعم. في قادم الأيام لو كان راضي شنيشل على رأس الملاك التدريبي أو غيره من الأسماء المحلية أو حتى الأجنبية يجوز، هل سيكون للخمسين اسماً النسبة الكبيرة في الخمسين اسماً الجديدة، أم أن هناك تغييرات ستطرأ وفق معطيات الدوري العراقي؟ شوف أنا بس يعني استغرب ليش 50 لاعب، يعني إحنا الوحيدين يمكن نستدعي 50 لاعب، الوحيدين انه بالعالم نستدعي 50 لاعب. يعني كانه ما يمكن شكل الدوري وعدم انتظام المسابقه هو اللي يدعو الى هذا الشيء. احنا ما متابعين الدوري، يعني احنا ما متابعين الدوري. يعني انا هسه اي مدرب اكلفه بمهمه اختيار منتخب وطني اعطيه فتره زمنيه، يعني اذا اختار ل 50 لاعب اعتبرها مشكله حقيقيه. ليه كيف 50 لاعب؟ يعني انت مختار لثلاث لاعبين مركز واحد، شو تبحث ان تعطيهم فرص، يعني لو تخلق روح منافسه تمام منتخب وطني. كل ما تقلص العدد، يعني كل ما تقلص عدد تكون الخيارات أفضل إليك وتركز على عملك. يعني هسه 50 لاعب في وحدة تدريبية، أي وحدة تدريبية تنجح ب50 لاعب؟ هاي مشكلة حقيقية. يعني مشكلة حقيقية، وبالتالي حتى من تتلعب يعني مجموعتين هم أكثر من فريقين، تدخل بمتاهة العلاقات والضغوطات، تتعرض يعني أنت 3 أو 4 لاعبين في مركز واحد، راح تبدي الاتصالات، تبدي الضغوطات، تبدي العلاقات، وإحنا أشخاص محكومين بعلاقاتنا. هناك حديث جانبية كثيرة. نعم. عن أن بعض الأسماء استدعيت وفق مشورات، وفق ضغوطات معينة. أكيد يعني هذا متوقع. يمكن هذا الشيء شفناه واضح حتى على المستوى اللاعبين. لا هو سحب كثير من المدربين. يعني يسلم المهمة الوطنية، قال له والله فلان لاعب نادي الفلاني زين، كل زين يفيدك. متى سنتخلص من هذه الظاهرة؟ يفيدك جيبوه. ماكو شيء يعني. متى سنتخلص من هذه الظاهرة؟ نتخلص عندما نسمي مدربين مسبقا، يعني خلاص انت مدرب يتحلى بشجاعة ومع تسمية المدرب خلاص انهي علاقتك مع النادي اللي انت خلاص صرت مهمة وطنية اعلى من كل شيء، مهمة وطنية
تفرغ للمهام المواطنية عندك حاليا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع، خلاص أنت عليك مهم أنت تجيب لنا الأسماء، أي اسم خارج يعني اختياراتك راح تحاسب عليه، ها وتحدد ب 25 لاعب أو 30 لاعب كحد أقصى. مو أني أنتظر 50 لاعب يجون جاهزين، سواء اختارهم اتحاد الكرة أو لجنة فنية أو غيرهم وبالتالي أعمل عليهم. هذه أول سلبية يتحملها المدرب. نعم أستاذ جمعة، ما دام تحدثنا عن موضوعة الأسماء الخمسين، لدي هنا بعض الأسماء حقيقة عدم استدعائها وعدم إعطائها الفرصة فيما تقدمه وفق ما تقدمه من أداء في الدوري العراقي في الموسمين الأخيرين أثارت علامة استفهام كبيرة سواء على الأخوة في الاتحاد، تكلم على مستوى المنتخب الوطني أو الأولمبي، المنتخب الوطني وحتى الأولمبي بعض الأسماء. يعني أنا أتحدث، خليني نحكي على المنتخب الوطني حاليا، يعني أنا أتحدث عن مثلا هؤلاء النجوم، حسين عبد الواحد ما الذي ينقص لاستدعاء المنتخب؟ علي صلاح هداف الدوري العراقي لمدة موسمين أو ثلاثة، محمد قاصد ونور صبري، ناهيك عن المدافع سامال سعيد، هذه المجموعة وبعد أسماء كثيرة. أنا أعتذر عن كل النجوم اللي الآن أسمع، يعني بسام قابل في بغداد لاعب ممكن مؤهل يكون لاعب ممتاز دوليا، لما لا يعطى الفرصة؟ أحمد فاضل، محمد قابل، أحمد فاضل نعم، علي حصني استدعي وأصبح جليس يعني المصطبة، وكثير لاعبين أيضا على مستوى الدوري. وبالتالي عملية الاختيار بصراحة اليوم مو يختار المدرب ولا مختار أحد متابع الدوري، قد يكون أنت مرات كإعلامي يعني كثير مرات تروح للملاعب وتشاهد على التلفزيون فشخص لاعبين يعني صح، الإعلاميين الصحفي شخص لاعب، أما المدرب اللي يستلم المهام الوطنية وهو متفرغ مع نادي ما يشوف كل اللاعبين، وبالتالي يظلم كثير من الأسماء. يعني كثير من الأسماء كنا نحتاجها في المهمة الوطنية بأستراليا، كانوا يعوضونا كثير عن البدلاء اللي يعني في يوم غاب ياسر قاسم غاب الأداء عن المنتخب، غابت البوصلة عن أداء الفريق العراقي، وكان كثير من اللاعبين من المنتخب من الدور المحلي ممكن كانوا ما أقول لك يعني يطون 100% من ياسر قاسم، بس يطون نسبة 90% من أداء ياسر قاسم. نعم يعني أنا أستاذ جمعة هنا حقيقة هذه الأسماء، وعذرا لكل الأسماء التي لم أذكرها والتي تستحق ارتداء فانيلة المنتخب الوطني، أنا عندما أتحدث عن حسين عبد الواحد أتحدث عن لاعب يدير كفة فريق. حقيقة عندما تشاهد مباراة لفريق الشرطة تشاهد فعل هذا النجم. مرحلة نضوج وخبرة عالية وأداء عالي. وهو الآن يعني هذا ما أريدت أوصل له. هذه الأسماء كان خيار مفضل لدى الكابتن راضي شنيشي، لكن تعرف أنت القائمة 50 ما قدر يضيفهم لا هو ولا سامول ولا محمد قاصد. نعم. يعني أنا أعرف حسين عبد الواحد كان أحد الخيارات المفضلة لدى الكابتن راضي شنيشي، وبالتالي هاي الخمسين اللي إحنا اختاريناهم وكانت كثير من الأسماء غابت عنهم وانحرمت من المشاركة بطولة. هذه الخمسين هسه اللي دعوهم للمنتخب الأولمبي، أتمنى أن يكون هناك أيضا لو نبحث أنا وأنت وكثير من المدربين عن ما بعد الخمسين، كثير أكو اسماء ترى مظلومة ما اختارت. يعني لكن هل تقول لي القائمة إيش قد تصير 60؟ لا ما ممكن تصير 60 يعني، لكن أنا ممكن أسوي غربة لو أختار 25 لاعب من هؤلاء 60 ممتازين، ممتازين جدا يعني. وهل سيستمع الكادر التدريبي لاستشارة الإعلام والصحافة من أجل نجاحك؟ لابد أن تستمع للآخرين. الآن أنت في مرحلة وصلت إلى أعلى شيء، أعطوك مهمة وطنية، يا أما تعتبرها مهمة وطنية حقيقية وتفكر بالنجاح وتخطط لأولى خطوات نجاحك، يا أما أنت لا خلاص تحصيل حاصل أنه دخلت بالسيفي والله أنا بيوم اليوم دربت منتخب العراق وبالتالي خرجت بدون إنجاز، سيفي تحتاجها بعقودك تطلع برا أو شيء فقط بالقائمة دربت منتخب العراق، لكن هل تسجل إنجاز؟ الإنجاز أنت تقوم به كمدرب، أول خطوات إنجازك أن تحسن عملية الاختيار، اختيار اللاعبين بصورة صحيحة. أما أنه أنت تنتظر 50 لاعب يجوب جاهزين من لجنة فنية أو أي شيء أي كان أعضاء اتحاد، فبالتالي أنت وضعت أول لبلة لفشلك يعني. نعم أستاذ جمعة، موضوع اللاعبين المغتربين أو اللاعبون المغتربون ونسبة تمثيلهم في المنتخب الأول وفي المنتخب الأولمبي في المستقبل، هل ستراها ستتزايد أم أنها ستتناقص؟ شوف احنا كثير عندنا هسه جاليات عراقية بالخارج يعني. نعم. تعرف هاي الفترة الهجرة اللي بدأت من بعد 90، فكثير هذا الجيال الجديدة نمت وترعرعت بالخارج أيضا، وكان تنشئتها بصورة علمية صحيحة. ويمكن أتصور جلوها. احنا تجربة ياسر قاسم كانت مفيدة جدا للمنتخب، أحمد ياسين جاستن ميران وكثير، على الأقل كنموذج عالي المستوى ياسر قاسم. يعني كعالي المستوى ياسر قاسم أثبت نجاح، لكن المشكلة وين تكمن هنا؟ يعني من يتابع هؤلاء؟ منو يعني ممكن أن يخدمنا يتابعهم بصورة طبيعية منطقية؟ حتى عملية استدعائهم يعني مثلاً تكون خجولة بعض المرات. ممكن الاتحاد لو فكر يستفيد من الكابتن دوغلاس عزيز. دوغلاس عزيز أحد الأسماء الكبيرة بالكرة العراقية، أحد اللي يمتلكون رؤية تدريبية واسعة، هو مقيم قريب منهم يعني بالسويد أو صور بهولندا. ممكن لو يكلف على شاكلة الكابتن دوغلاس عزيز أو الكابتن محمد فاضل
ايضا بالمانيا لاعبين كبار موجودين وعندهم خبره تدريبيه، راح يكون الخيار افضل. يعني انا ما يجيني لاعب مغترب راح اتعب عليه صرفيات وجواز وتذاكر طائرات وبالتالي ما استفاد منه، لان فقط اعلاميا يكون عن موقع كوره او عن الفيسبوك مسوي له يعني بروباغندا لنفسه وبالتالي هو ما يخدمنا. استاذ جمعه، يعني واحده من الحلقات هنا كان معي الاستاذ سعد الساعدي ايضا تحدثنا عن هذا الموضوع، موضوع اللاعبين المغتربين، قال لي بالحرف، قال في اوروبا هناك منجم للاعبين العراقيين المغتربين، ولكن نحتاج الى عمليه دقيقه في تصفيه تلك المواهب واستدعائها بما يخدم منتخباتنا الوطنيه. هنا هي قلت لك عمليه الاختيار، يعني مع احترام الاستاذ اسعد سعدي يعني يقوم مهمه كبيره جدا، يعني يبحث ويدو، لكن هو تبقى تخون قدراته، يعني تخون رؤيته يعني التدريبيه، هو ما يمتلكها الرجل يعني بصراحه، لكن عنده حرص عالي على وطنه قد يبحث، لكن هو ما يعني ما عنده الرؤيه الفنيه، قد يكون لو غيره يختار السين ما يختار صاد ويجينا بلاعبين ما نتعب عليهم، يعني ما راح نتعب، ما يعني راح نستفاد منهم دايركت يعني. فقلت لك انه عمليه الاختيار في هذا الكم الهائل، يعني كان ممكن نطالب بتشكيل لجنه لمتابعه المغتربين. شو المشكله يعني لو احد المدربين العراقيين حتى الموجودين بالداخل، يعني ايش قد راح تكون الصرفيات لو نصرف له تذاكر طائرات ويذهب اليوم مثلا اكو هذا الاسبوع 3 مباريات راح يشارك بها لاعبين فلان وفلان العراقيين. ممكن تذهب الى اوروبا يشوفهم. احد اللاعبين الان يعني اثير حول كلام كثير يلعب في على ما اعتقد في نادي تورينو الايطالي. تورينو الايطالي. نعم. ما ممكن ان بصراحه تقيم لاعب لا من خلال مقاطع فيديو، يعني كثير هسه عن خلال مقاطع فيديو، ولا خلال الكلام انه والله قال لك فلان لاعب زين ودا يلعب تورينو. يجب ان تكون المشاهده بالعين حتى مباشرة. حتى مسميات الانديه غير يعني، يعني لا تعتبر حكم مطلق عليها انا برايي. يعني مثلا ياتي انه يلعب تورينو ويلعب بايرن، تعرف انتم هاي الانديه الرئيسية الأم يعني، وبالتالي عندها تفرعات في مناطق أخرى، يعني كل مدينة هي بها حتى مثل ما يقول نواحي أو الأقطار الصغيرة هي بها أندية تحمل نفسها اسم نادي الكبير يعني. بالتالي يعني قد يكون هو يلعب نادي بمقاطعة بعيد جدا، يعني حالة حال مثل ما نقول فريق شعبي أو فريق بسيط جدا. لا نحكم على المسميات، لا احنا نحتاج إلى متابعة دقيقة. طيب يعني نستثمرهم. أستاذ جمعة هنا حنفتح موضوع حقيقة جانبي، يعني لو فرضنا جدلا ان الاتحاد سلم بهذا الموضوع وعين مدرب معين لهذا الموضوع. نعم. سندخل في موضوع سين وجيم، حسابات تذاكر طائره نزاهه وما الى ذلك. كيف يمكن تغلب على هذا وفق ما يعني وفق الظرف الحالي؟ احنا لو بقينا نحن نقيس الامور بهاي الامور الضيقه اللي العالم ما عاد يفكر بها، انه انا احنا على الاسف لحد الان انه قضيه السفر منجز. يعني انا من اكلفك وسفرك انا وانا مسوي عليك منجز، والكثير يتقاتل على هذا الموضوع، وهذا الامر عادي جدا يعني. بالتالي امر يعني علينا ان نرميه خلف ظهرنا، علينا ان نفكر بالعمل. يعني شنو المشكله لو خسرت 10,000 الى 20,000 دولار المدرب انه هو راح يجيب لي 3 أو 4 لاعبين يقدمون خدمه للمنتخب الوطني؟ يعني مبلغ، يعني ما تصور مبلغ، يعني ما تصور القائمه راح تفوق هذا المبلغ. يعني حتى استاذ جمعه يعني للشهاده تاريخيه حقيقه، الكابتن راضي شنيشل اخونا العزيز ابو محمد حقيقه هو كان من اشد المتحمسين للاعبين المغتربين، هو يمكن هو اكثر واحد فرصة. اعطى فرصه هو والالماني سيتكا. نعم نعم. شوف المغتربين عوضوا غياب المواهب بالدوري العراقي يعني، التي نتجت عن ماذا؟ يعني هذا ما اريد اوصل عن شكل الدوري العراقي وتراجع مستواه. يعني تدوري بدون فئات عمريه يعني شلون ممكن تخلق لك مواهب؟ يعني انت هسه عندنا مشكله المشاكل، يعني يوصل لمرحله دوري الشباب وهو مو ناجح، دوري الشباب دوري بسيط جدا، ينتهي من مرحله الشباب، لا نادي الشباب لا فئه الشباب تقبله ولا فئه الخط الاول تقبله، وين يروح؟ يعني انت تسولف لكثير من اللاعبين من عمر 20 21 22 23 ما يلعب بنادي ولا هو راجع لنادي خط الشباب مالته، فبالتالي وين يروح؟ هنا بدينا نقبر موهبته وننهيه كلاعب، وكثير من عندهم اصلا بطلوا. يعني في حين بعض يعني احدى المشاهدات اللي سجلتها من العام 2011 في بطوله كاس العرب للشباب، احد لاعبي منتخباتنا العربيه المغاربيه كان يلعب في منتخب شباب بلاده، في وقتها سمعنا انه نادي اوزير الفرنسي يراقب هذا اللاعب، تفاجات قبل ايام ان هذا اللاعب يلعب اساسي في تشكيله فريق اوزير الفرنسي. نعم. هذا الفرق بين وجود دوري لفئات عمريه منظم ومنتظم، دوري، والان مطالبين احنا بدوري الرديف، دوري الفرق الرديف. حتى نصعد لمصافي فرق نخبه لا آسيا. لا اتصور دوري الرديف مهم جدا، يعني انت دوري اللي يضم لاعبين من 23 الى 20 او حتى 24 اللي ما لهم فرصه مع انديتهم يلعبون دوري الرديف، ودوري الرديف يجب ان يدعم، يدعم على مستوى المادي حال حال بقيه. يعني ليش احنا نفكر فقط بالفريق الجماهيري الاول؟ الاداره فقط تفكر بالفريق،
من أجل أن تبحث إنجاز بالعكس الفريق الرديف يمكن سعد جمعة يجيب لها لاعب لاعبين بثلث أو ربع أو أقل حتى من ربع عقد اللاعب أيه. اللي يجيبه أكيد يعني إحنا هسه شوف أنا أتمنى يعني رب يعني الشر هو جاني لكن قد يكون مفيد بالكرة العراقية هاي عملية التقشف أتصور راح تقدم خدمة للكرة العراقية تأثرت بها حتى الأندية العالمية حتى الأندية وأتمنى إنه راح تكون درس لإدارات أنديتنا أن ما تعتمد على اللاعب الجاهز يعني خلاص وتهم اللاعبين اللي يكونون فئاتها العمرية يعني قد يكون هذه فرصة لهم ليفكرون في يعني أول بوادر التوفير أن يهتمون بمواهبهم يعني أنا أصعد مواهب باكر أفكر أن أصعد بالمواهب لنادي الأول أولا كعملية اقتصادية وثانيا ما أقتل مواهبي وبالتالي أيضا أخلق عامل الانسجام يعني ما يصير إحنا النادي كل سنة يبدأ 22 لاعب وين عملية انسجام بالدوري العراقي لا وجود لعملية انسجام ماكو لعب جميل لان ما لعب ما منسج مين يعني هسه يبدي الدوري العراقي يتصاعد اداء الى الرتم للمباريات الاخيره تبدي بعض المباريات تكون جيد المستوى تحسن الفريق بدا يلعب كره قدم ولو بها بعض اللمحات نعم. انتهى الموسم ال 22 طشروا وجو سنه ال 22 لاعب شو راح ابني كره قدم حتى ان بعض اللاعبين في منتصف الموسم يغير فريقه حتى المدربين أيه. هذه يعني يتحملها الادارات الانديه قطعا يعني بصراحه ايضا اتحاد كره الى دور بي يجب ان يكون هناك ضوابط يعني كل لاعب اقل شيء انه معنى هذا النادي يبقى 3 سنوات اخلق عامل استقرار استقراري يخلق مستوى عالي وبالتالي المستوى يعطيك دوري يعني ممتاز منافسه عاليه استاذ جمعه تحدثت مع احد الاخوه رسالة انديه قال اصبحت العقود بهذا الشكل موسم واحد برقم معين او يعني قيمه او رينج خلينا نقول مدى معين من الارقام للتعاقدات ما لم يعني طبعا يتحملوها الاداره والمدرب يعني انا هسه كمدرب يعني يجيني لاعب لمده موسم واحد صح حتى تفكر في جانب مادي يا أخي أكيد تبحث عن جانب مادي وكمدرب تأخذ عقدك وعائلة عندك والتزامات وارتباطات طيب. لكن اسمك كيف تديمه يا أخي أنت كمدرب شلون تديم اسمك أنت إذا أول ما ارتضيت نفسك عملية خاطئة أنه سلموك فريق 22 لاعب لموسم واحد يعني أنت خلص قافل أنه موسم واحد وما تفكر أنه راح تكون ياهم بالموسم الآخر وتحقق يعني أنا حتى ساعة جمعة موضوع تبديل المدربين يعني هذا أيضا يأثر من ناحية أنه أنا أجي مدرب أستلم فريق اشتغل عليه مدرب سابق قبلي وفق وجهة نظره هو المدرب الآخر فبالتالي تشاهد بعض الأندية العملية التدريبية يمكن إحنا الوحيدين شاذين عن كل العالم بصراحة يعني ما لا وجود للاستقرار نهائيا لا أبدا ولا أي يعني أي مقومات نجاح العمل التدريبي خاطئة جدا جملة والتفصيلة وتحملها كثير من إدارات الأندية اللي تعمل بطريقة مراهقة إدارية يبحث عن الإنجاز لإرضاء المؤسسة للدعم يعني أنا في بعض الأدوار ساد جمعة نتيجة مباراة واحدة قد تغير مدرب أكيد هذا صار عندنا بالدوري كثير عندنا مدربين لهدف واحد غير مسيرته وراح انتقل لغير نادي يعني لهدف واحد جاب مرمى وبالتالي هذا حتى كثير مدربين يعملون تحت ضغوط هائلة ضغوط الإدارة ضغوط الجمهور يا أخي فنمنح المدربين فرصة لو فعلا إحنا الكل هسل كل مدربين يقول لك إحنا مظلومين وإحنا عندنا مدربين وإحنا عندنا عقليات تعمل وممكن نخلق كرة قدم حقيقية أعطوهم الفرصة منحهم الفرصة أول أدباد الفرصة نمنحهم الاستقرار خلاص أنت مدرب موقع مع النادي 3 مواسم وأنت حر باختيار لاعبين لكن أنت مو كل سنة تجيب لي مجموعة لاعبين غياب الضوابط القانونية في هذا الموضوع طبعاً أي اتحاد كرة القدم يتحمل يعني الصور هو العام أنه أكو قرار أنه كل لاعب يوقع 3 سنوات مع نادية لكن شون يدخل حيز التنفيذ إذا هي الأندية بينات تتصارع يعني لاعب سجل جولين بلعبة كلها راح تركض وراه يعني بدون ما يشوفونه حتى بس يسمعونهم وإذا سجل لاعب مغمور على فريق جماهيري أيضاً يتوجه الأنظار فهذا هو بدون علم المدرب يعني العلم يعني المدرب يعني أكثر المدربين مع احترام الكل أسماء تدريبية ولا حد يقول يعني خلاف هذا الأمر أكثرهم يستلمون الأسماء قائمة الأسماء من الإدارات من الإدارة من إدارات الأندية والكثير من اللاعبين الذين يدربونهم فرضوا عليهم من خلال إدارات أو من التناقش يقول لك رزقي يعني أنا وياك نعم بالفعل أنا يعني مو ضد إنه أي مدرب يرتزق بالفعل هذا هو عمله وهذا رزقه لكن أكو أشياء بالرزق لازم تراعيها يعني أنت خلاص أنا يعني ممكن أخذ مادة لكن أقدم أمامها عمل أول أساسيات العمل أنا أكون أنا حر باختياري نعم يعني هاي الامانه يعني شاهدنا فرق يعني جماهيريه امانه تدريبيه فرق عالميه جماهيريه ندمت اداراتها كثيرا على موضوع زج الاسماء والتعاقد مع الاسماء والاتيان ثم بعد ذلك بالمدرب الى ان اذعمت الامر الواقع
هسه احنا مو كل مدرب يطلع لنا يقول انا عندي فلسفه وعندي تخطيط وعندي استراتيجيه عمل واني بنائي يختلف عن المدرب الاخر. فبالتالي انت اذا عندك استراتيجيه عمل وافكارك تختلف ادواتك ايضا تختلف. طيب ادارات الانديه ايضا يعني ولو شوي احنا ابتعدنا عن موضوعنا يعني بس لكن هو ان شاء الله يصب في مصلحه كره القدم. نعم اكثر المدربين يتحدثون بهذا الموضوع موضوع اني لدي منهاج عمل استراتيجيه عمل. نعم. لكن ما ان زين هل ترى ما استراتيجيك على كل ادوات لو انت خلاص انا هسه هذا نوعيه لعب لكن ما ان يعني يبدا الحديث عن قيمه العقد وما الى ذلك تركن هذه الاستراتيجيه على جنب واصبح الحديث المادي اكبر اهميه من هذا الموضوع. نعم يعني الجوانب الماديه يعني كثير اثرت على الكره العراقيه حتى على عقود اللاعبين مبالغ بها والتنافس اللي صار محموم بين الانديه يعني اصلح عمليه هدر يعني بالمال يعني بصراحه كثير من المبالغ هدرت في الدوري العراقي يعني تمنينا على ادارات الانديه ان تكون حصيفه اكثر يعني وتستثمر هاي الاموال اللي تضخ لها كميزانيه سنويه في بناء مؤسسات كرويه ممتازه. ليس بعيدا ما حصل لنادي اربيل وشبه الانهيار اللي على اثره فقد اغلب من نجم. نعم لكن لو كان مستثمر امواله بشكل سليم كان ممكن يخلق قاعده وما يحتاج انه الهدر المبالغ به. اتصور هذه اخطاء تراكميه صارت بالكره وبالتالي اثرت على منتخباتنا الوطنيه. استاذ جمعه الحديث جميل جدا الوقت سرقنا مضى بسرعه. نتمنى ان نكون وفينا يعني النذر القليل ولو من ما يدور في تحضيرات منتخباتنا الوطنيه وتسميه كوادرها التدريبيه. كل التوفيق لكوادرنا التدريبيه التي تم تسميتها وان شاء الله يوفقون في مهامهم وان شاء الله يعني يكون لكلامنا صدى لدى اتحاد كره القدم وبالتالي اعطاء فرصه لباقي الاسماء التي تحدثنا عنها وان كان هناك غيرها وبالتالي يكون الباب مفتوحا لكل الاسماء ولكل المدربين. اكرر شكري لك استاذ جمعه الثامر على مجيئك هنا وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام. القاكم في حلقه مقبله من برنامج حوار سبورت. الى ذلك الوقت الى اللقاء.